هنعمل كريم كراميل. احنا جالنا على الصفحه بتاعتنا الموجوده على الفيسبوك، صفحه تلفزيون او سوري على القناه بتاعه اليوتيوب، قناه اليوتيوب الخاصه بالحياه او تلفزيون الحياه اللي كل البرامج بتنزل عليها. كذا مره عايزين كريم كراميل، احنا عملنا كريم كراميل بس من مده، بس النهارده هنعمله بطريقه مختلفه. هنعمله مع صوص كراميل بتاعه، وهنعمله كمان مع صوص شوكولاته. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا بتاعت الكريم كراميل. كريم كراميل لوحده عبارة عن كوباية سكر هعمل بقى الكراميل، كوباية سكر هعمل بقى الكراميل. أما الكريمة نفسها فهي عبارة عن كوباية سكر طبعا معاها معلقتين مية، أربعة بيض سليم واتنين صفار بيض ومعلقة فانيليا ونص لتر لبن دافي. نص لتر لبن دافي يعني ايه لبن دافي؟ يعني زي ما بنقول درجة حرارته لا تتعدى 40 درجة مئوية. ده كريمة. تاني اربع بيضات واتنين صفار بيض، كوباية سكر او 300 جرام من السكر، لا خليها كوباية سكر احسن، مكتوبة كوباية سكر، ومعلقة فانيليا، واخيرا نص لتر من اللبن الدافي تاني عشان الكريم كراميل حاجه. واللي احنا طبعا يا سعد من فضلك، واللي احنا هنعمله النهارده عليه اضافه تانية اللي هي اضافه صوص الشوكولاته. انا بس هطلع هنا اهو الريش عشان هي كده استوت، تهدى شويه معانا قبل ما نقدمها اهو، وكمان في نفس الوقت عشان الدخان اللي طالع ده نطفيه. تاني هنقول بقى انا حاطط هنا زي ما انتم شايفين طاسه هنحط فيها كوبايه سكر ومعلقتين ميه. ليه معلقتين ميه؟ علشان خاطر ما يحصلش اسهل عليها تتحرق. يعني انا عامه ممكن احط زي ما بقول كده السكر وانا عارف انه هيتحمر امتى ويطلع معايا امتى، لكن انا هنا عشان ما انساش على النار السكر ويتحرق معايا وارجع تاني اعمل غيره، فانا حاطط معاه معلقتين ميه على بال ما نعمل مع بعض الكريم كراميل. الكريمه نفسها بقى كوبايه سكر، نص لتر لبن دافي، اربعه بيض سليم، واتنين صفار بيض، ومعلقه فانيليا. خلاص. اما التوبنج اللي هيبقى على الوش، اسهل حاجه عندي 100 جرام سكر وعليهم 100 مل كريمه ومعلقتين من الكاكاو، ثلاث معالق كاكاو ومعلقه جيلاتين. تاني التوبنج ده ممكن احطه على اي كيكايه، 100 جرام سكر و100 مل كريمه ومعلقه جيلاتين وثلاث معالق كاكاو. عندنا كده ثلاث حاجات موجودين معانا. انا بعيد وازيد علشان خاطر تبقوا حضراتكم مركزين معانا في الموضوع، الكريمه لوحدها والكراميل لوحده والتوبنج بتاع الشوكولاته لوحده. هنا اهو هنفضل حط كل شويه نلاحظ مع بعض الكراميل. انا بس هغير الكزرونه عشان يطلع معايا اسرع شويه اهو، الكزرونه كمان، ونيجي هنا نحط التاني الكراميل عشان يطلع معايا اسرع، لان طبعا مساحه الطاسه حاجات فنيه بقى، مساحه الطاسه الكبيره دي تخليه بتوزع النار على الطاسه كلها، لكن اما اجي انا هنا احصر في الكزرونه دي هتطلع معايا الكراميل اسرع. عشان بقى نعمل الكريم كراميل او الكريمه بتاعت الكراميل، زي ما قلنا هنا هناخد اربع بيضات واتنين صفار بيض. مين معانا؟ اهو واحده، وقلت لكم 1000 مره، انا بقالي كذا مره يعني كنت بحط البيض مع بعضه، بس عمليه ان انا بطلع البيض قدامكم وافصلها واحده بواحده دي علشان خاطر تتعلموها او تعرفوها، لان ممكن زي ما قلت انا عندي دلوقتي كام بيضه، 6 بيضات، ممكن بيضه واحده تبوظ كل البيض. فانا بفتح واحده واحده كده في بوله لوحدها اهم، ادي الرابعه، وبعدين نحطها كده كده عرفنا ان البيض سليم. وهناخد الصفار طريقه برضو، مش فاكر مين كان بيسالني، انا ما بعرفش افصل الصفار عن البياض، بسيطه قوي. انا كسرت البيضه اهي، ركز معايا يا محمد، يا احمد كسرت البيضه اهي اهي، بقوم فاتحها كده، ففي جزء من البياض نزل في الطبق، بقوم حاطط هنا الصفاره خلاص، وارجعها تاني بالراحه الصفاره بس،
واخر حاجه الشوية الزياده دول هم منزلهم كده، بقت الصفار لوحده اهو والبياض لوحده. هوريكم على واحده تانية. انا دلوقتي بقى الموضوع تعليمي اكتر منه ان احنا بنشتغل عشان خاطر ايه تعرفوا الحاجات التفاصيل البسيطه دي. اهو الصفار بنفصله ازاي، اهو بفصلها بالراحه خالص، اخلي الصفار لوحده والبياض لوحده، واخيرا احطها كده. بقى عندي كده بياض البيض اهو وصفار البيض اهو، ونجيب مضرب ونقلب. ده هنا أربعة بيض مع مع صفار اتنين بيض، كوباية سكر يعني 200 جرام سكر، ونقلبهم مع بعض لغاية ما يبدأ يخش يدوب. أهو موضوع بسيط قوي كده. أول ما السكر يدوب معايا هضيف الفانيليا. لو أنا أضفت الفانيليا وأنا بخفق، ريحة الفانيليا ما بتبقاش مركزة. أهو شايفين كده، خلاص السكر بدأ يدوب معايا، أضيف الفانيليا، وبعدين اللبن الدافي تاني، اللبن الدافي أهو مع التقليب كده. بقى عندي الكريمة بتاعت الكراميل، وبص على الكراميل بدأ يلون معايا أهو، الكراميل بدأ يلون معانا. بعد ما بعمل ده ممكن تكون في قطعة من قشر البيض وقعت معايا هنا، ممكن يكون في سكر مخرز هنا، ممكن تكون الفانيليا مش عارف ايه، ورقة حاجة، فلازم اصفيه، لازم اخده كده كله وارفع واصفيه كله اهو. جميل. بعد ما اصفيه كده عشان يبقى صافي ما فيهوش اي شوائب، ناخد ونروح نفضيه تاني ولا خليه زي ما هو. خلاص هنا الكراميل اللي بدأ يلون، تعالى تاني يا درش اهو، اللون عمل ايه؟ لو انا بقى دلوقتي، بس المعلومات اللي انا بقولها لكم بطبقها عملي، لو انا دلوقتي واقف معاكم وحاطط السكر من غير ما اخد بالي منه يحصل ايه؟ حلو، انا حبيت اقول لكم ان انا لو انا مركز واقف كده زي ما انا ما بتحركش، حطيت السكر ما فيش مشكله، هقعد اقلب فيه لغايه ما يطلع معايا الكراميل زي ما انا عايز، لكن لو سبته كان زمانه اتحرق من بدري السكر لو لوحده. تعالوا في الاخر كده بعد ما اللون اهو، اللون وصل للي انا عايزه، هنجيب بوله زي دي ستانلس، بس انا عامله بطريقه مختلفه النهارده. بوله كده ستانلس واقوم مفضي فيها الكراميل في النص، واجيب اي فرم، اي فرم عندي ممكن احط فيها كراميل، لان انا هقدمه بثلاث طرق، بثلاث طرق. وبعدين ناخد ايه، نلفها كده، شايفين اللفه دي، افضل الف فيها كده داير ما يدور لغايه ما الكراميل يجمد معايا في البوله، لان هيبقى مغرق البوله حواليها كلها او حوالين الكريم كراميل كله. اهو شايفين الحركه اللي انا بعملها دي يا مدام فيفي. الو الو، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ميرسي يا شيف على كل حاجه بتعملها، وميرسي على البراونيز اللي عملته وطلع تحفه اساسا. بالهنا والشفا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. بعد كده ما فيش بقى، ده عشان حضرتك اللي عملتيه، ربنا يكرمك. لا والله، ده تعليماتك وتكنيكك وذوقك انت بس لنا، يا رب يخليك لنا يا رب، ودايما في تقدم والزهار كده دايما. الله يكرمك، ده من ذوقك. طالبه من حضرتك طلب كده، اتفضلي. ادينا بقى في حاجات رمضان، الحاجات اللي ينفع نحضرها تجهيزات رمضان كده، بدايه من مثلا الاسبوع الجاي كده ولا حاجه. والله انا بص هقول لحضرتك على حاجه، انا خلي الموضوع ده قبل رمضان بايام عشان تفضل في بالكم. ليه؟ لان انا ممكن كنت عملتها من فتره، فعلى بال ما يجي رمضان هنكون نسينا او كده، لكن انا عايزها نخلص نبدا رمضان ان شاء الله على طول ان شاء الله. فاكيد انا في دماغي مش ناسي، واشكرك على اتصالك الجميل، وبشكر حضرتك، وسلامنا لكل اهل اسكندريه. شايفين انا بفضل اقلب اهو، بدا يتقل معايا الكراميل، يعني يتقل طول ما انا بقلب، بس بعيدوا ايديكوا لانه سخن جدا، خلوا ايديكوا في الحرف خالص. اهو اهو يتقل، طول ما بيتقل معايا كده اهو الكراميل، عشان ما يركزش في حته واحده بس، يبقى لغايه ما يجمد خالص، لغايه ما يجمد خالص اهو. شايفين؟ شايف يا وحيد اهو، انا بلفها كده، اللفه دي بتخليه يفضل يملى معايا كل البوله كلها. بعد كده هنعمل ايه؟ هسيبها بعد كده تهدى شويه، وناخد ده نفضيه عليها، بس لازم نجيب صينية ونحط فيها فورمة
علشان خاطر ننزل نثبت عليها. يبقى ممكن زي ده طبق كده اهو، ونيجي هنا نحط جواه ميه سخنه، مش جوه الطبق يعني، جوه الصينيه اهو، نملى ميه سخنه خالص. دي انا حطيتها ليه؟ عشان اقعد عليها الفورمه بتاعتي. الفورمه بتاعتي لازم تكون ثابته، لان انا لو حطيتها، بصوا شايفين، لو انا حطيتها هتتهز، مش هتبقى ثابته، ممكن تقلب معايا الكريم كراميل. وبعدين اقوم صابب كل الكريم كراميل ومدخله الفرن على درجه حراره 170 او 180 لغايه ما يستوي معانا. يستوي معانا هيطلع بالشكل ده. لغايه كده ده كريم كراميل، لكن انا هغرقه شوكولاته او بالشكل ده. هات الثالثه، في واحده كمان فضيتها اهو. يعني انا وريتكم ان انا عملته بفورمه مدوره وجملتها بالشكل ده اهو. ده البوله الكبيره، البوله الكبيره، ودي فورمه تانية وانا عملت لها حروف. شايفين العلامات القلم دي من الفورمه دي، عشان برضو ما نقولش ان كان عنده فورمه شكلها مختلف. بعد ما عملت واحده مدوره قمت مسويها بده كده، وفورمه ثالثه اهي انا لسه ما شلتهاش عشان اوريكم. بس هجيب طبق صغير، طبق صغير، حاضر. معلش يا نقلي بقى، عشان الشرح في الموضوع ده، هو مش موضوع كريم كراميل بس، يعني اي حد بيعمل كريم كراميل، لكن الغرف والشكل ازاي اقطع كريم كراميل بعد ما استوى. اهي لو انا عامل في فورمه زي دي، خدت منها الفورمه اهي، شايفين الفورمه خدتها اهي، وقطعت القطعه اللي انا عايزها، واقوم قلبها كده في الطبق، واقوم رافع، نزلت اهي اهي اهي. معلش عشان لازقه سخنه جامده. ثانيه واحده، كله على الطبيعه. لو انا افترضنا ان حصل معايا موقف زي اللي حصل دلوقتي، اسخنها لمده ثانيه اهي على النار، يدوب السكر يفك معايا، واقوم قلبها تاني اهي، تقوم نازله معايا بالراحه، ونحط عليها شويه الصوص. ادي ثلاث طرق للغرف. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي في الفاصل، هنعمل ايه؟ علشان خاطر لازم اخد فاصل حالا، هحط الكريمه واحط السكر اهو، واحط كمان الكاكاو واقلبهم، ومش هحط الجيلاتين غير بعد ما يغلوا مع بعض. والبوله متقطعه، نحط عليها صوص الشوكولاته اللي احنا بعد ما حطينا عليه الجيلاتين والكريمه عملنا فيه ايه؟ سيبناه يبرد. لازم يبرد، شايفين بقى؟ أنا بس عايز تدوقه كده معايا، يعني الشكل هو نازل كده، شوكولاتة سايحة عليها بالهنا والشفا. وناخد برضو التانية الكبيرة، خلي دي زي ما هي كده بشكلها ده، عشان خاطر في معانا صديقنا الجميل ما بيحبش الشوكولاتة. أول مرة أشوف حد ما بيحبش الشوكولاتة. عارفين مين هو؟ دي بقى نغرق، بقى نغرق شوكولاتة بالهنا والشفا. يبقى كده احنا خلصنا كل حاجتنا بمنتهى السهوله. وزي ما قلت، الصوص اللي احنا عملناه ده ممكن اجلس بيه كيكايه، مفيش مشكله. شايفين التجليس اهو، وكل ما هتقعد هتجمد، كل ما هتقعد دي هتجمد. وهنا قطعه اهي لوحدها، ولو عايزين طبق تاني عشان اقطع منها حته واوريكم شكلها. كل ده فصول تعليمية. يعني ايه فصول تعليمية؟ يعني تشوفوا كل حاجة قدامكم على الطبيعة. طبق صغير اهو، لما نيجي نقدمها نقطع كده اهي، اهو شايفين كده حتة بالراحة، وكده حتة مثلثة كده، ونجيب الاسباتول نقوم رافعين بيه ونشدها كده لبره اهي، ونحطها هنا في الطبق لوحدها. انا بس عايز اوريكم ازاي نقطع، ازاي نطلع، ازاي نعمل كل الحاجات دي اهو. وبعدين ناخد شويه صوص شوكولاته معاها في الجنب، وبالهنا والشفا.